إن شاء الله نكمل بقية الدرس. هنتكلم دلوقتي عن العلاقة ما بين المول وحجم الغاز. المادة الصلبة والسائلة لها حجم ثابت ومحدد ويمكن قياسه بطرق معينة. أما حجم الغاز يساوي دائما حجم الإناء الذي يشغله. نتيجة البحث العلمي وجد العلماء أن المول من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة بيشغل حجما مقداره 22.4 لتر. مثلا لو انا عندي مول من الميثان CH4 فيكون حجمه 22.4 لتر، ومول من غاز الأمونيا NH3 بيساوي 22.4 لتر، ومول من غاز الهيدروجين يساوي ايضا 22.4 لتر، ومول غاز الهيليوم يساوي 22.4 لتر. كل الحجوم دي بتساويها لو انا عندي مول، والمول ده في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة اللي هي الضغط العادي اللي هو 76 سنتيمتر زئبق، ودرجة الحرارة 0 درجة مئوية او 270 كلفين. يبقى حجم الغاز في الظروف القياسية ودرجة الحرارة اللي اختصارها STP بيساوي عدد مولات الغاز في 22.4 لتر. يبقى إذا حجم الغاز هيساوي عدد مولات الغاز في 22.4 لتر. طب لو سألني على عدد مولات الغاز قوله بيساوي حجم الغاز على 22.4. مثال، احسب حجم الأكسجين اللازم لإنتاج 90 جرام من الماء عند تفاعله مع وفرة من الهيدروجين في الظروف القياسية. أنا عندي العلاقة، هوجد علاقة، العلاقة عندي ما بين الأكسجين والماء، بس لازم أنا أكتب المعادلة عشان أوزنها وأشوف المولات عدد المولات فيها. الوفرة من الهيدروجين أنا ما بتعاملش معاها في الحساب الكيميائي، لأن لازم أن يكون عندي كمية محددة، بدل كتب لي وفرة في المسألة يبقى أنا مش هتعامل معاها. علما بأن الكتل الذرية للأكسجين بيساوي 16 والهيدروجين بيساوي 1، هكتب المعادلة 2H2 زائد O2 ناتج التفاعل 2H2O. العلاقة عندي ما بين الأكسجين والماء، هجيب كتلة المول من ال H2O هيساوي 2 في 1 زائد 16 في 1 هيساوي 18 جرام. العلاقة عندي ما بين 1 مول من الأكسجين بينتج 2 مول من الماء، هسيب الأكسجين بالمولات زي ما هو لكن الماء هخليه بالجرامات. فأنا هسيب 1 مول من الأكسجين 2 مول، يعني 2 في 18 يبقى 36 جرام. كم مول من الأكسجين يعطيني 90 جرام من الماء؟ حاصل ضرب طرفين في الوسطين، يعني 1 في 90 على 36، يبقى إذا عدد مولات الأكسجين بيساوي 2.5 مول. يبقى إذا حجم الغاز 2.5 في 22.4 بيساوي 50 لتر. قانون جاي لوسك، حجم الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة عنه تكون بنسب محددة. وهناك علاقة طردية ما بين حجم الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة عنه. مثال، H2 زائد Cl2 ناتج التفاعل 2HCl. معنى كده ان انا واخدة حجم 1 مول من ال 1 حجم اللي هو من الهيدروجين و2 مول من الحجوم من الكلور، هيعطي 2 مول من كلوريد الهيدروجين. نفس الحكاية لو خدت 3 مول اللي هو 3 أحجام من الهيدروجين مع حجم 1 اللي هو مول 1 من النيتروجين، هيعطي 2 مول من النشادر. معنى كده ان انا باخد حجوم معينة في التفاعل وبتنتج لي حجوم ناتجة من التفاعل برضه بتكون بنسب محددة. ده قانون أفوجادرو. الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة، دي حجوم متساوية ودي غازات مختلفة تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات، يعني تنتج أعداد متساوية من إيه؟ من الجزيئات. وهذا يعني أن المول في الغاز أن المول من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة يشمل حجم مقداره 22.4 لتر، ويحتوي على 6.2 × 10^23 جزيء من هذا الغاز. ولو تضاعفت عدد المولات هيتضاعف الحجم ويتضاعف عدد الجزيئات. يبقى انا عندي في علاقة ما بين المولات والحجم والجزيئات. لو مول هيبقى حجم اللي هو الغاز 22.4 لتر، هيبقى عدد الجزيئات 6.2 × 10^23. لو ضاعفت المولات يبقى انا كده بضاعف الحجم من الغاز، يبقى انا هضاعف عدد الجزيئات.
مثال H2 زائد Cl2 في صورة غازية ينتج 2HCl، 1 مول من الهيدروجين مع 1 مول من الكلور يعطي 2 مول من كلوريد الهيدروجين. 1 مول من الهيدروجين بيحتوي على 22.4 لتر، و1 مول من الكلور أيضا يحتوي على 22.4 لتر، لكن بينتج لي 2 مول من كلوريد الهيدروجين، يعني بينتج 2 في 22.4 لتر من كلوريد الهيدروجين. عدد الجزيئات، المول الواحد يبقى الجزيء بيحتوي على 6.2 × 10³ جزيء، والكلور أيضا 6.2 × 10³، هينتج جزيئين من كلوريد الهيدروجين، يعني 2 في 6.2 × 10³. المول هو كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو اللي هو 6.2 × 10²، من الذرات أو الجزيئات أو الأيونات أو وحدات الصياغة للمادة. ملخص اللي أنا أخدته إن حجم الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة بيساوي 22.4 لتر. حجم الغاز في الظروف القياسية وضغط درجة الحرارة يساوي عدد مولات الغاز في 22.4. العلاقة ما بين المول والحجم وعدد الجزيئات علاقة طردية، لو تضاعف عدد المولات هيتضاعف الحجم هيتضاعف عدد الجزيئات. أسئلة: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. 1 هو كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الذرات أو الجزيئات أو الأيونات أو وحدات الصيغة للمادة، ده عبارة عن المول. 2 حجم الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة عنه تكون بنسب محددة، ده قانون جاي لوسك. احسب حجم 1.23 مول من نيتروجين N2، ومدينا عدد المولات مباشرة، يبقى الحجم يساوي عدد المولات في 22.4، يبقى 1.23 في 22.4 يبقى هيساوي 27.553 لتر. حجم 5.4 × 10³ مول هيليوم، عدد المولات 5.4 × 10³، يبقى اذا الحجم هضرب عدد المولات في 22.4 ينتج الحجم 120.96 × 10³ لتر. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس، وان شاء الله نتقابل في درس تاني مع نفهم نتعلم ببساطة.